يقدم لنا نظام العرض التفاعلي شرح تفصيلي لكافة المنشآت والمراحل التي يتم من خلالها معالجة مياه الصرف الصحي والحمأ الناتجة. النظام يبين لي تدفق مياه الصرف الصحي عبر المحطة، ويبين لي أيضاً تدفق الحمأ الناتجة عبر مراحل ومنشآت المحطة. كما أن النظام يمكنني من استعراض المنشآت من الداخل كما هي موجودة على أرض الواقع بعرض ثلاثي الأبعاد. هذا التدريب بشكل مستمر بيساعدني أنا كمتدرب أني أفهم طريقة عمل الأجهزة بشكل أكبر، ومثل ما قلنا أنه يساعد على الصيانة في الوقت اللازم. اليوم بعرض لكم إحدى الوسائل التدريبية، وهي محاكاة نظام عمليات التشغيل في محطة جبل علي. يهدف هذا البرنامج لأنه يدرب الموظفين الجدد والموظفين الحاليين في قسم التشغيل على معرفة المعدات الموجودة في المحطة وأيضاً كيفية التحكم فيها، بالإضافة إلى معرفة خطوات تشغيل هذه المعدات، بحيث أن الموظف بعد ما يخلص تدريب يكون مؤهل للتحكم في هذه الأجهزة والمعدات. طبعاً هذا النظام يسهل علي أنا اليوم كمهندس تشغيل أن أتدرب على حالات الطوارئ اللي ممكن تحصل مرة في العمر وممكن ما تحصل، لكن إذا حصلت لا سمح الله اليوم أنا أقدر أني أتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.